أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم الأربعاء بحول الله. نبدأ نشرتها بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار المتوقعة، 21 درجة مئوية بحرارة عظمى. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس غائم جزئي 25-13، عرعر وتبوك غيوم متفرقة 26-15 في عرعر، 27-16 في تبوك. بالانتقال للمنطقة الغربية، نبدأ بمدينة جدة غيوم متفرقة 31-19، المدينة المنورة نفس الشيء 29-19، مكة المكرمة طقس صافي 32-20. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، نبدأ بمدينة أبها عفوا، حيث يسود طقس غير مستقر، زخات رعدية من الأمطار 22-15، جازان طقس أيضا غير مستقر، زخات رعدية من الأمطار متوقعة هناك 29-27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، نبدأ بالدمام، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 28-19، أما حفر الباطن 29-19 أيضا أجواء غير مستقرة في حفر الباطن والإحساء 25-15 في الإحساء. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، زخات رعدية من الأمطار، أجواء غير مستقرة 21-16 درجة مئوية، حائل، زخات رعدية من الأمطار 19-12، أما القصيم غائم جزئي 29-15. كان هذا كل ما لدينا حد الآن، إلى اللقاء.